الوغ اليوم الحمد لله حنا فخورين بهذا الافتتاح الرسمي ديال المستشفى الدولي ابن النفيس بمراكش اللي غيعزز العلاجات ديال السرطانات في مراكش. هذا المستشفى فيه يعني جميع الانواع ديال العلاجات وحدات العلاجات ديال التشخيص وعلاج ديال السرطان وامراض الدم بالجهه. عندنا وحدات متعدده باش نعالجوا هاد المرضى، فيها وحده ديال الجراحه، وحده ديال الانعاش، وحده ديال التصبيب، وحده ديال العلاج الكيماوي اللي فيها 41 سرير، وحده ديال العلاج بالاشعه اللي عندنا جوج ديال الاحدث ديال لي زاباري ديال الاشعه، عندنا وحده ديال العلاج النووي والتشخيص النووي اللي فيها البيت سكانير لا سنتيغرافي وليغا ثيرابي، وعندنا وحده ديال زرع النخاع العظمي هذه بالامراض الخاصه لامراض الدم. بالاضافه عندنا وحده ديال لا راديولوجي ديال التشخيص بالاشعه اللي فيها ليكوغرافي لا ماموغرافي سكانير وليغام، وعندنا وحده ديال البيولوجي اللي تنديروا جميع التحاليل ديال اللي خاص المرض ديالنا. الهدف من هادشي كله هو ان المريض من نكتشفوا عنده سرطان يكون عنده العلاج كله بلاصه وحده، يعني جميع داكشي اللي خاصو المتطلبات من جراحه من اشعه علاج كيماوي واشياء اخرى كلهم بعين المكان لعلاج المرضى جميعا ان شاء الله. هو واحد المركز اللي فيه جميع الامور اللي كتعلق بالتشخيص وعلاج الاورام. الوغ ملي كنتكلموا على التشخيص يعني داخل فيه بيان سور لا راديولوجي، التشخيص بالاشعه، كذلك لا بيولوجي تحاليل ديال الدم. اذا الانسان ملي كنشوفوه المريض ملي تنشوفوه في لا كونسلتاسيون تيمكن له يدير ديك الساعات الراديو ويدير التحليلات ديالو، ومنين كيتم التشخيص ديال الورم كاين الحمد لله في هذا المركز يعني غرف ديال الجراحه اللي هي من المستوى العالي المستوى الدولي الحمد لله. ديك الساعات الى دار الجراحه وحيدنا ديك الورم على حسب النوعيه ديالو كتكون هي العلاج الكيماوي، وهنا الحمد لله في هذا المركز كاين علينا 40 يعني سرير ديال تلقي العلاج الكيماوي، والحمد لله في هذا المركز عندنا الامكانيه باش نتلقاو بهذا العلاج الكيماوي يعني اخر ما كاين في العلاجات الكيماويه، منها العلاجات المناعيه، العلاجات لي ثيرابي سيبلي، كذلك يمكننا المرضى ديالنا يشاركوا في في في, في التجارب السريريه زيسي كلينيك، لانه هذا المركز الي اكريديتي. اذا هذا الناحيه ديال العلاج الكيماوي، وكذلك كاين العلاج بالاشعه لا غاديو ثيرابي، والحمد لله هذا المركز تيتوفر على جوج ديال الالات من بين اخر يعني التقنيات في الالات ديال العلاج بالاشعه من لا مارك فاريون، كاين نوع ديال السيون والنوع ديال ادج، والحمد لله حنا فخورين بالوجود ديال هذه الالات لانهم تيسمحوا لنا نعالجوا ديك الاورام الدقيقه اللي مثلا كتكون وراء العين او وراء النخاع الشوكي او الاماكن اللي هي كتكون من الصعب الولوج اليها بالجراحه.